فستوس. هو فستوس بوركيوس الذي تولى منصب الوالي الروماني في اليهودية خلفاً لفيليكس الوالي حوالي سنة 58 ميلادية، وقد ورث تركة ثقيلة من المشاكل من جراء حكم فيليكس الرديء، ولم يستمر كثيراً في المنصب إذ مات بعد حوالي 3 سنوات من الولاية. بدأ فستوس عمله كوالي بزيارة أورشليم لمدة تزيد عن 10 أيام. في هذه الزيارة عرض رؤساء الكهنة عليه قضية بولس والتمسوا منه أن يستدعيه إلى أورشليم، إذ كانوا سراً متفقين على اغتياله أثناء رحلته إلى هناك. رفض فستوس طلبهم وعاد إلى قيصرية مقر الوالي، وفي الغد أمر أن يؤتى ببولس وأعطى لليهود فرصة لسرد شكاواهم عليه، ومجاملة لليهود عرض على بولس أن يرجع إلى أورشليم ليحاكم هناك. رفض بولس وفاجأه بأن رفع دعواه إلى قيصر روما نيرون في ذلك الوقت باعتباره مواطنا رومانيا وله هذا الحق، فما كان منه طبقا للقانون الروماني إلا أن اضطر للموافقة على طلبه وإرساله لروما. شهد يوسيفوس عن فستوس بحسن الأخلاق والعدل، وقد ظهر ذلك في كثير من تصرفاته، ففي وقت ما بنى اليهود حائطاً عالياً في الهيكل رداً على بناء الملك أغرباس الثاني حائطاً عالياً في أحد قصوره تمكن منه كشف الهيكل، اضطر فستوس إلى هدم الحائط الذي بناه اليهود، ولكنه سمح لهم بإرسال سفارة إلى الإمبراطور للاعتراض على قرار فستوس، وقد حكم نيرون في هذه القضية لصالحهم بالفعل.